انعطاف جديد نعيشه منذ سنوات في عصر الكتابة والقراءة، صراع بطلاه الكتابة المطبوعة على الورق والكتابة الإلكترونية. مئات الصفحات تقدم لك ما تريد عبر نقرات بسيطة في جهازك، تمثل إغراء للقارئ بدلا من قراءة كتاب طويل. سوق الكتاب الورقي ما زال رائج، القراء للكتاب الورقي ما زالوا موجودين، يعني الحمد لله رب العالمين. لو ما كان في إقبال على الكتاب الورقي كان ما شفت هذه الدور والمشاركات وهذا الإنتاج السنوي الضخم ما شاء الله، يعني تبارك الرحمن. ما زال الكتب متصدرة طبعا، والواحد يحب يقرأ أو يتصفح في الكتب، لأن أولا يقدر يحطها على طاولة القهوة، يقدر يستخدمها في يعني أشياء كثيرة، وتكون المراجع هذه أحلى لما تعرضها ببيتك. التكنولوجيا حلوة بس أنا أحب الكتب شخصيا، يعني أحب أن أجمع كتب وأخلي بالمكتبة عندي. وفيما يعترف أهل الميدان بسيطرة الكتب الإلكترونية، إلا أنهم يؤكدون مساهمة التكنولوجيا في انتشار الكتاب الورقي ووصوله لآفاق جديدة لم يكن يصلها في السابق. التكنولوجيا خدمت الكتاب خدمة جيدة، لأن ساعدت في انتشار الكتاب وتعريف بالناشر وتعريف بالكتاب. يعني أنا أقول إن التكنولوجيا خدمت فعلا الكتاب بوجه عام، وساعدتنا حنوصل لبعض الأماكن اللي كان صعب الوصول لها في قبل كده. يعني مثلما كانت الكتابة قديما على الجلود والألواح وتحولت لكتب مطبوعة ومكتبات قبل عقود، فإن سيطرة الكتاب الإلكتروني حاليا ومستقبلا لن تثني القارئ عن عشقه للقراءة ونهمه في تحصيل المعلومة عبر أجهزة لوحية أو إلكترونية. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.